ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت صحف إيطالية مصرع مهندس مغربي شاب يدعى أيوب لهو يبلغ من العمر 32 عاما، وذلك خلال رحلة سياحية باليونان. وحسب نفس المصادر فإن المهندس الشاب المنحدر من بني ملال يعد من الأطر المغربية البارزة في إيطاليا، كما اشتغل في شركات عملاقة مثل الأمريكية فيليب موريس بفرعها التكنولوجي في مدينة بولونيا وشركة فيراري للسيارات. وأوردت صحف إيطالية أن المهندس أيوب الذي انتقل قبل عام إلى بولونيا للعمل في شركة فيليب موريس قام برحلة إلى اليونان ليلقى حتفه في 15 من الشهر الجاري على متن دراجة نارية. وأوضحت أن المهندس المغربي تعرض لحادث خطير على متن دراجته النارية حينما انزلقت به في منعرج خطير، ولم يكن حينها يرتدي الخوذة ليصطدم بحائط خرساني.